مرحبا بالجميع واهلا بكم مرة اخرى في قناتكم كوكب الفن. قبل ما نبدأ هذا الفيديو كنتمنى من الجميع انه يشارك معنا في القناة ويفعل زر الجرس باش يتوصل باي جديد، وايضا غادي يكون تحدي في هذا الفيديو من كل المتابعين الكرام انهم يضغطوا على زر جيم، وكل واحد كيتفرج في الفيديو ميبخلش علينا بالضغط على جيم اسفل الفيديو، ونشوفوا شحال من واحد كيبغي القناة ديالنا. وكنوعدكم دائما بالمزيد من العطاء وايضا التقدم في هذه القناة. بلا ما نطول لكم ندوزوا مباشرة لعناوين هذه الحلقة. فذوى المالكي تصدر أحدث أعمالها الغنائية، شمس الكويتية تقطر الشمع على بسمة بوسيل وتامر حسني، حالة ترك تتشبى بأريانا جراندي في أحدث ظهور لها، علاقة حب تجمع حالة شيحة بداعية إسلامية، انهيار معجبة بسبب محمد رمضان، ياسمين صبري تضع أحمد أبو هشيمة في ورطة بعد صورها بالفستان الأحمر القاتل. أصدرت الفنانة المغربية فدوى المالكي أحدث أعمالها الغنائية على موعدك، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة للعمل روتانا. وتعاملت المالكية في أحدث أعمالها الخليجية على موعدك مع كل من الشاعر فهد المبذل والملحن علي بن محمد، فيما عاد التوزيع الموسيقي لمراد جزناية. أما الكليب الخاص بالعمل فقد اقتصرت فيه فدوى، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد، على مجموعة من الصور التي أطلت من خلالها بالقفطان المغربي. يذكر أن فدوى المالكية كانت قد أصدرت خلال فترة الحجر الصحي كوفر باللغة العربية بأغنية إيطالية فولارا، والتي أعادت توزيعها بالتعاون مع الفنان مراد أكزناية، فيما عادت الكلمات للشاعر البحريني هشام الشروقي، وهي الأغنية التي كانت بمثابة رسالة أمل وتفاؤل في ظل الوضع الذي فرضته الجائحة على العالم. شمس الكويتية تقطر الشمع على بسمة بوسيل وتامر حسني. حالة من الجدل خلقتها الفنانة الكويتية شمس بسبب تعليقها على طلاق المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابها على تطبيق سناب شات، ما جعل البعض يرجحون أنها تقصد بكلامها الفنان تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، والتي أعلنت انفصالهما مؤخرا. شمس الكويتية وجهت سؤالا لهؤلاء المشاهير بقولها: يوم تزوجتم استشرتونا؟ لا. يوم حبيتوا بعض استشرتونا؟ لا. ليش يوم تبغون تتخانقون وتتطلقون مع انكم مستلقين اصلا من سنين؟ وفي ناس انا عارفهم مستلقين من سنين هما عايشين امام الكاميرات حبيبي وزوجي، الى متى الضحك على عقول الناس؟ حالة ترك تتشبى باريانا جراندي في احدث ظهور لها، شاهد التفاصيل. خطفت النجمة البحرينية حالة ترك أنظار المتابعين إليها نتيجة إطلالتها الأخيرة، بالإضافة لملامحها المختلفة والتي دفعت جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيهها بالفنانة الأمريكية أريانا جراندي، وتحديدا تسريحة شعرها التي اعتمدت عليها مؤخرا حالة بشكل كبير. ونشرت حالة ترك عدة صور عبر خاصية أسطوري في موقع الانستغرام، حيث ظهرت وهي ترتدي فستان صواريخ من الحرير ذات اللون اللبني بوسط الخصر حزام، حيث اعتمدت على تسريحة الشعر العلوي التي زادها جمالا وتألقا، بينما كان المكياج من الألوان الهادية زادها جمالا وتغيرا بملامحها. وانهالت التعليقات عليها: شبه أريانا جراندي جدا، حالة بتحاول تقلد أريانا في كلامها وتسريحة شعرها، كمان شوية بتصير توأم أريانا، بحسها بتكبر كل يوم وبتتغير ملامحها، انتي يا بنتي كل ما بشوفك بعرف اني عجزت. وفي وقت سابق فاجأت النجمة البحرينية حالة ترك متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التغيير الكبير الذي طرأ على وجهها، مشيرين تعرضها لعملية التجميل، الأمر الذي أفقدها براءتها وجمالها. وأطلت الفنانة حالة ترك على جمهورها من خلال قيامها بنشر مقطع فيديو من أغنيتها الجديدة، الأمر الذي جعل البعض يشبهها بزوجة والدها النجمة دنيا بطمة، وذلك بعد ظهورها بوجه منحوت ونحيف على عكس طبيعة وجهها المستدير. وأعرب أحد متابعيها عن استيائه الشديد من ذلك قائلا: راحت البراءة،
سحبت خدودها وصارت شبه دنيا بطمة. ووافقه الرأي متابع آخر، هذه شلون تحولت جدية، صارت شبه دنيا بطمة. علاقة حب تجمع حلاشيح بداعية إسلامية. خلقت صورة متداولة للفنانة حلاشيحة وأبنائها الأربعة رفقة الداعية معز مسعود جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي. ورصدت الكاميرا صورة للثنائي برفقة أولاد الفنانة الأربعة خلال تواجدهم في إحدى الأماكن للتنزه، وهو ما أثار الجدل مجددا حول علاقتهما. توقع الكثيرون أنهما تزوجا سرا، وحامت شكوك حول زواج الثنائي في السر بعد نشر معز مسعود لصورة ظهر من خلالها وهو جالس على الأرض ويعزف جيتار، علق عليها قائلا: شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت. لتقوم حلاشيحة بالتعليق على الصورة متسائلة عن من التقط له الصورة، ليرد قائلا: شخص مميز جدا. انهيار معجبة بسبب محمد رمضان. تعرضت معجبة شابة بالفنان المصري محمد رمضان للانهيار، ودخلت في نوبة بكاء شديدة بعد رؤيتها لها أثناء مشاركته في فعاليات مهرجان الفضائيات العربية. وحاول رمضان تهدئة المعجبة وقام باحتضانها في محاولة لتهدئتها، كما تدخل الأمن لفك الاشتباك والازدحام حولها. في سياق آخر، يخوض محمد رمضان المنافسة الرمضانية المقبلة بمسلسل تحت عنوان موسى إلى جوار كل من الفنانين سمية الخشاب وصبري فواز ورياض الخولي وسيد رجب وإيمان العاصي وفريدة سيف النصر، وجاري إتمام التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة. ياسمين صبري تضع أحمد أبو هشيمة في ورطة بعد صورها بالفستان الأحمر القاتل. بالتزامن مع قيام الفنانة ياسمين صبري بأخذ صور جديدة في أحدث ظهور لها، ظهرت من خلالها بفستان أحمر جذاب عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات الأشهر بالإنستغرام. فقد تفاعل العديد من جمهورها في تعليقات متباينة، كانت أبرزها ما اتفق عليه المتابعين أن الإطلالة من شأنها أن تضع زوجها أبو هشيمة في ورطة حقيقية من الخجل، لا سيما بعد ظهوره الأخير في مقابلة تلفزيونية حيث أكد أنه يتعلم من زوجته. يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل فرصة ثانية، وشاركها البطولة أحمد مجدي وعيتن عامر وهبة مجد ودياب ومحمود البزاوي ومحمد أبو داود وآخرون. مسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. أستودعكم الله، إلى اللقاء.